عاد العدوان السعودي استهداف العاصمة صنعاء فجر الثلاثاء وقصف عددا من الأحياء والمنشآت والممتلكات الخاصة، بينها مركز لرعاية وإيواء المكفوفين في حارة الفتح بمنطقة الصافية. كارثة فاجعة ومأساة صادمة كادت تهوي على رؤوس اليمنيين ونفوسهم كافة لولا عناية الله وألطافه بهذا الشعب الصامد. أكثر من 120 طفلاً كفيفاً كادوا أن يقضوا شهداء دفعة واحدة بصاروخ للعدوان الغاشم على مركز يأويهم ويدربهم. يا أخي يا هو إحنا كنا راقدين الساعة الواحدة والنص بعد منتصف الليل، كنا راقدين ما درينا إلا على الضرب، خرجنا جينا وهن صواريخ، الأول انفجر والثاني فسد ما انفجر شيء. جو يستهدفون العدوان السعودي وإحنا راقدين، ما سمعنا الا الصواريخ وقمنا، ما قحنا الا مبهذلين هكذا والصواريخ، وبعدين خرجنا لا الجامع. مركز النور للمكفوفين في العاصمة صنعاء تعرض فجر الثلاثاء لقصف غاشم بغارة جبانة لتحالف العدوان، لا لشيء عدا الامعان في التنكيل باليمنيين وإيلامهم. بالرغم ان احنا مكفوفين لكن سيرونا إن شاء الله في الحدود سنبصر، وإننا من هنا نوجه رسالتنا، لم تخيفنا صواريخكم ولا طائراتكم، سنكون لكم بالمرصاد ونحن مع الجيش واللجان الشعبية حفظهم الله وحفظ الله الزعيم علي عبد الله صالح. أوجه رسالتي للعالم، لا تغتروا بهذا الزهايمر الذي يحطم كل جميل في الدولة اليمنية الأم والحضارة، فوالله إن كان هذا الذي يبحث عن أسباب وهمية لقصف هذا المركز أنه يوجد فيه أنصار الله، فأنصار الله والله أنهم وجدوا لحمايتنا. فشل العدوان في تحقيق أي من أهدافه المعلنة والمضمرة جعله بنظر مراقبين في حالة تخبط وإفلاس بعد استنفاذ بنك أهدافه كافة. لم يعد لدى العدوان سوى التفرق لإيقاع أكبر عدد من اليمنيين وإحداث أكبر وجع في نفوسهم. هذا الجناح كان فيه خاص في الأطفال المكفوفين الصغار، ويسكنوا أكثر من 30 طفل، لا والحمد لله خرجوا بأعجوبة يعني من الصاروخ، بالرغم أنهم يعني أكثر استهدافاً هم، والحمد لله ما استوبوا إلا قليل منهم، جروح بسيطة بفضل من الله أن ربي حارس لهم. رسالة واحدة من الشعب اليمني قاضبة، نقول لهم قادمون يا بطريق الجزيرة نحمل الموت الأوغاد العشيرة، قادمون يا لصوص النفط نضوي صفحة الأذناب والأسرة الحقيرة، قادمون نعشق الموت لتحيا أمة الإسلام حرة مستنيرة، حزمكم لم يحزم الأمر وأحيا عزمنا الأقوى وأنفسنا الكبيرة، لن يعد هادي الحكم وأضحى في بلاط القصر لعنها مستطيرة، قادمون يا بطريق الجزيرة نحمل الموت الأوغاد العشيرة. هزائم العدوان على الجبهات الداخلية والحدودية تبرر بحسب متابعين كل هذا التخبط وتصاعد الحقد الأعمى لدى تحالف العدوان. صادق الشهاري، اليمن اليوم.